يسعد صباحكم. زي ما الشتاء فرصة ذهبية لإنقاص الوزن، كمان هو فرصة ذهبية لزيادة الوزن، بالذات لو عملنا هذا المشروب: حليب كامل الدسم، تمر، موز، كله نضربه بالخلاط مع مية طبعا، وبنضيف مكسرات نية، ممكن نضيف ملعقتين عسل، نعمل مج كبير من هذا المشروب نشربه صباحا ومساء، راح يساعد كتير في زيادة الوزن، وكمان راح يدينا طاقة بنحتاجها في فصل الشتاء.